افتك فريق سريع غيليزان 3 نقاط على أرضية ميدانه، واستطاع أشبال المدرب بوغرارة تحقيق فوز ثمين بهدفين مقابل هدف واحد لنظيره أولمبيك المدية في الجولة 10 للبطولة. التغطية لمساوي عبد القادر. المباراة نستحقوا نربحوها. في الشوط الأول كنا أحسن، من بعد تيرا أخطاء في الدفاع كلفتنا ضربة جزاء، لكن ضيعنا أهداف. ضيعنا في الشوط الأول 3 أو 4 أهداف، ضيعنا في الشوط الثاني 3 أو 4 أو 5 أهداف، وما نجمش نعمل تعليق أكثر من هكا. قبلنا هدفين، سجلنا هدف، المفروض نعدلوا وننتصروا. كنا أحسن بدنيا، كنا أحسن تكتيكيا، كنا أحسن فنيا، لكن في الأخير مش الأحسن. اليوم هو الربح، روحوا خاسرين، ما عندناش حتى نقطة. ما نجمش نعطيك تفسير اكثر من هكا، لانه عملنا كل شيء اليوم باش نرجعوا في المباراه. خلقنا الفرص، دخلنا، وصلنا للخط نتاع الميدان نتاع المرمى، في الاخر ما ماركيناش. هوني تولي امور نتاع ثقه في الناس، نتاع تركيز، نتاع كامكانيات لا اكثر ولا اقل. نلعبوا بالموجود قاعدين حاليا، نلعبوا عندنا لاعبين غايبين، لكن هذا ما يفسرش اللي اليوم كنا سيطرنا. عملنا مباراة فاتت، عملنا مباراة سيئة، ما كناش باهين، لكن اليوم سيطرنا في المباراة. الشوط الأول والشوط الثاني سيطرنا بصفة كبيرة برشا. عملنا أخطاء في الدفاع، ولا صغار لعبوا اليوم، يمكن أول وثاني مباراة نتاعهم، دونك ما نجمش نلوموا، لأن عندنا إصابات، عوضنا بالبوست بوست في بعض المراكز، لكن هذاك هو، ما نجمش نعملوا أكثر من هكا. إحنا عملنا الفرص في الآخر قدام المرمى، باش تضيع 4 5 6 فرص في الآخر، ما تنجمش. هونيش ما نتصورش كان الملاعبية حبوا يخسروا اليوم، عملوا كل شيء باش يربحوا، عملوا مجهود كبير، لكن ما توفقناش اليوم لا اكثر ولا اقل. الحال ان المقابله كنا نعلموا باللي راح تكون صعبه للغايه، لانه ما يخفلكمش رانا نلعبوا تحت ضغط كبير، تحت ضغط تاع النتيجه، وين كنا نبحثوا على ثاني انتصار للسريع في هذا الموسم، وهذا الشيء خلق ضغط شويه على اللاعبين. كنا قادرين يعني في الشوط الاول يعني كنا قادرين نقتلوا المباراه، يعني خاصه في 3 كرات أو 4 كرات يعني كانت سانحه للتهديف. نظن يعني اللاعبين رغم ان نقص تحضيرات، لكنني ابانوا على شجاعه كبيره فوق ارضيه الميدان. في الشوط الثاني بطبيعه الحال كنا نعرفوا باللي من الناحيه البدنيه راح الريتم راح ينزل، ولذلك يعني هبطنا شويه البلوك نتاعنا، واعتمدنا على الكرات المعاكسه، الهجمات المعاكسه. ايضا يعني جاتنا فرصه وفرصتين، كنا قادرين ايضا نسجلوا الهدف الثالث. فيما يخص يعني اخر فرصه لفريق المدية يعني كانت يعني بمثابه هدف ثالث للسريع. انا نظن اني اليوم انتصار الروح، انتصار اللاعبين يعني كانوا رجال فوق ارضيه الميدان، يعني ابانوا على شجاعه كبيره. وانا نظن اني يعني الفوز تاع اليوم نهديه لجميع الانصار تاعنا، ونهديه للاعبين هذو اللي راهم يعني يدافعوا على الفريق، يعني في ظروف نقدر نقولوا ان شاء الله نتمنوا الايام يعني تتحسن الامور، باش يعني اللاعبين نديو منهم واش حبينا. كما شفتوا اليوم يعني كانت عندنا الخيارات يعني قليله جدا، في ظل يعني عدم تدرب بعض اللاعبين وعدم والغياب تاعهم اللي خلانا يعني نغيروا بعض المناصب تاع اللاعبين. الحمد لله ربي وفقنا، ان شاء الله نوصلوا العمل باش نجمعوا اكبر عدد من النقاط يعني قبل نهايه مرحله الذهاب.